مصرة على مواصلة القتال في شرق أوكرانيا، ماذا يعني وكيف نفهم ذلك عسكريا بالنسبة لمواصلة الجيش الأوكراني القتال في دونباس؟ بالأوكرانيا يعني نعرف أنه اليوم تميزت في بعض مقومات الحرب وخسرت البعض الآخر من المقومات الذي ممكن أن نعتبره أنها انتصرت فيه هو استطاعت من صد الهجوم الروسي يعني بقوة أو استطاعت أن تحقق في صفحات القتال، خاصة مبدأ الدفاع أهمية خاصة يعني باعتبار أن اليوم أصبحت الحرب الدفاعية الأوكرانية يعني حقيقة كانت قوية جدا وكانت رصينة وكانت قد استخدمت خطة دفاعية حقيقية، ولكن أمام هذه القوة أو جبروت القوة الروسية أعتقد أن قضية الدفاع قد أصبحت اليوم هشة بالنسبة للأوكرانيين باعتبار أنها اليوم تدفع الكثير من القوات ضمن مساحة محددة. احنا يعني ذكرنا في حلقات سابقة وقلنا أن مدينة خاركوف والمناطق الأخرى قد استخدمت مناطق ارتكاز وهناك توجيه على الأجنحة، وكانت من ضمن الأجنحة والجناح الشرقي لمدينة ماريوبول. يعني مدينة ماريوبول أنت تعرف جيدا والعارف جيدا أنها مدينة استراتيجية من وشوقية من ناحية أنها تسيطر على يعني أجزاء كبيرة من الجناح الشرقي بالإضافة لأنها منفذ بحري مهم، وكذلك تؤثر تأثير مباشر على هذه الأمور. يعني لابد أن توضع في الحسبان من ضمنها أن ماريوبول اليوم هي المدينة الشرقية التي يمكن أن تكون هدف رئيسي للقوات الروسية تحت السلة، كذلك يعني مدينة كييف والمناطق الأخرى وحتى تشيرنوبيل وكل هذه المناطق أصبحت أهداف ثانوية للقوات الروسية. اليوم روسيا تستطيع أن تتحرك في الأراضي الأوكرانية ضمن إطار أمن وضمن إطار قتالي ناجح من خلال ما تحققت من أهداف في ماريوبول وفي أوزبستال تحديدا. فلهذا علينا اليوم أن ندرس بالنسبة للقوات الروسية أنها تستخدم مفهوم ومقومات مبادئ الحرب ضمن أساسيات حقيقية وطبيعية تستطيع أن تحرك جميع القوات وتنقل جميع القوات كيفما تشاء مع وجود تخلخل وضعف في قوة الدفاع الأوكرانية التي أصبحت اليوم خارج الحسابات العسكرية والحسابات الأساسية.